إذ وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان الخميس، وذلك بضغط من الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد. وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة، في إشارة منه إلى أسعد العيداني. وأضاف في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا والتي تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل أن ننظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية. وأكد صالح أنه يضع استعداده للاستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا. وأضاف أن المصلحة العامة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقي الذي يعتبر مصدر شرعية السلطات جميعاً.